هدول الشباب الطايشين بيتصرفوا بدون تفكير. الكبار يلي مثلك كيف ممكن ينسوا انه طيار ما بيتداهم مستودعه وبينعمل فيه هيك؟ شكلك يا خرفت يا نسيت. طب اقعد لقلك، اقعد. تفضل، عم بسمعك. قلي لشوف ليش حرقت بضاعتي. لأنه من هي اللحظة تجارة المخدرات ما عادت شغلتي. شو رح تشتغل؟ بدك تبيع علكة؟ هذا موضوع بخصني لإلي. الحق معك، بس يلي بيحرق بضاعة بيدفع حقها وبعدها بيعمل اللي بده اياه. ايه بدفع لك. اصلا مصاريك الوسخة انا ما بتلزمني وماني بحاجتها، لانه ناوي بلش حياتي على نظافة. دير بالك يا طيار، يلي بيطير بعكس الريح بيتعب، وانت اذا كنت ناوي تضل تطير هيك رح توقع على راسك. انت لا تتدخل، لاني بعرف كتير منيح وين عم طير وبعرف الجو يلي بيناسبني. حقك رح يوصلك، بس بشرط هو انك تبعد عني انت وشغلك الوسخ، ماشي؟ معك، بس لبكره الظهر ليكونوا المصاري عندي، والا انت بتعرف شو حساب هيك غلطه بقانوني انا. هي حذرتك. هاد قانونك، هذا القانون مو أنا يلي بتهدد فيه. دير بالك، مصاريك رح تندفع لك وبكرة بتكون عندك. أنت داهمت مكاني وأنا داهمت مكانك. هاجمت أخي وضربته، ولكني ضربت أخوك. هاي المرة طلعنا متعادلين، بس لعلمك المرة الجاية ما رح أقبل كون عادل بالانتقام، وأنت بتعرفني أنا طيار تاكاجي. يلا بالإذن منك. امشوا شباب. هذا مانو مطول. هذا الولد إذا بده يضل هيك ما راح يعيش كتير، وأنا راح أزعل عليه.